وصلني تعليق بالحقيقة بيستاهل اني التفت لإله بهيدي الحلقة. هيدا التعليق بما معناه عم بيقول انه لا هيك صار الحب من بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. من زمان كانوا يبعثوا رسالة وينتظروا بالايام حتى توصل لعند الحبيب، وكان في لهفة وكان في شوق وكان في انتظار، لانه الرسالة ما كانت توصل بسرعة. يعني الرسائل من زمان كان على القليلة بدها اسبوع او شهر لتوصل لعند الشخص، انه بدنا الرسالة دغري هلأ توصل وهلأ ينرد عليها. واذا هالشخص قرأ وما رد، يعني هالشخص عم يتجاهلنا، يعني هالشخص مش عطينا قيمة، يعني هالشخص تغير علينا. صار في عنا قلة صبر، بطل عنا القدرة على الانتظار. وعادة الانتظار والقدرة على الانتظار لتحقيق الأمور والصبر لتحقيق الأمور اللي بدنا إياها بيعطي متعة ولذة بالحياة. أما الآن كل شيء بسرعة، حتى الفيديوهات هلأ صاروا عم ياخدوا الفيديو اللي مدته دقيقة، لأن الناس بدها توصل للمعلومة بسرعة بكل شيء، بعلاقاتها، بشغلها، بعلمها، بجميع الأشياء. بطل في صبر. اللي بدي أقوله السرعة الزايدة عن اللزوم، وبدنا كل شيء هلأ وهلأ يرد وهلأ يبعث لنا وهلأ يوصل وهلأ دكتور لمس تحكي الفيديو بظرف دقيقة، هيدا الشيء كله بيؤدي لتوتر. أولا بيعمل توتر، والتوتر يؤدي إلى اكتئاب. لهالسبب هلأ الاكتئاب النفسي هو مرض العصر، والطلاق والعنوسة وكتير أمور صارت منتشرة بسبب عصر السرعة اللي نحن فيه. طيب شو خص هالمقدمة بموضوعنا عن التجاهل؟ لأنه اليوم عندما تقوم بقطع الاتصال عن شخص بيتجاهلك بالحقيقة، فبدك تتوقع أربع ردود أفعال. أول شغلة هي المقارنة. هيدا الشخص رح يحط نفسه بموقع المقارنة بين أنت هلأ كيف عم بتعامله وكيف سابقاً كنت عم بتعامله. سابقاً كنت عم بتلاحقه، كنت عم بتعبر عن مشاعرك، كنت بتضلك تبادر، بتضلك تتصل بالرغم من تجاهله، فأنت كنت تعاتبه وتقوله ليه مش عم ترد علي. هالأمور أنت لما قطعتها ووقفتها تلقائياً، هيدا الشخص رح يقارن بين أنت القديم وأنت حالياً. أنت القديم اللي كان يلاحقه ويعبر عن حبه واشتياقه ويعاتب لما يتجاهل، هالأمور هلأ هو مش شايفة، عم بشوف إنسان جديد صامت. ركزوا لي على كلمة صامت، لأنه يقطع الاتصال بالصمت من دون عتاب. والصمت العقابي هون للشخص اللي بيتجاهلك، سواء كان نرجسي أو مش نرجسي أو متلاعب أو بالفعل بحبك ولكن عم بحاول يعني يكون تقيل أو يعمل هيدي الحركة اللي دايما بحذر منها، أنه لا تكن لينا فتعصر ولا تكن قاسيا فتكسى. أنه التجاهل له خطورته أحيانا، خاصة إذا كنت عم تتعامل مع شخص عنده كرامة وعزة نفس. فهون هيدا الشخص لما يقارن بين أنت القديم وأنت حاليا الصامت لا تبادر، ما عم يعطي أي ردة فعل، وبالتالي هون هيدا الشخص فورا رح ننتقل للنقطة الثانية، إنه رح يصير في عنده قلق وحيرة. شو هو القلق والحيرة هون؟ هون سواء كان بحبك أو لا، أي شخص صدق إن شو كانت طبيعة علاقتك فيه، لما تقطع الاتصال عنه رح يصير يتساءل، وهيدي التساؤلات بتعمل له نوع من القلق. ومثل ما قلنا بعصر السرعة والقلق والتوتر، مش يمكن مش رح قلك انه يصير عنده اكتئاب لدرجة الاكتئاب، ولكن على القليلة رح يصير في عنده زعزعة بالثقة بنفسه. يعني هل بطل يحبني؟ هل بطلت اعنيله؟ هل هو زعلان مني؟ يعني هيدا القلق وهيدي التساؤلات كلها عبارة عن صراعات نفسية رح تصيب هالشخص، حيخليه يفكر فيك اكتر. احنا عادة بنفكر بالشخص الغامض اكتر من الشخص الواضح. الشخص الواضح اللي خلص كاشف كل وراقه ودايما منتوقع تصرفاته ودايما ببادر وبعاتب وبعبر اللي بقلبه على لسانه، هيدا الشخص ممل صدقوني، وما حدا بينجذب لإله ولا حدا بفكر فيه أصلا. بينما لما تتبع الصمت العقابي هو نوع من أنواع الغموض، وقطع الاتصال بالطريقة الصامتة هو عامل جذب وعامل غموض يؤدي لخلق حيرة وصراع عند هيدا الشخص من ناحية،
وبيزيد انجذابه لإلك من ناحية تانية. النقطة الثالثة كتير مهمة، هي يشعر أنك شخص واثق وعندك استحقاق ذاتي مرتفع. والاستحقاق الذاتي صدقوني ما بينبع لا من قد معك مصاري، ولا قد انت مشهور، ولا قد انت متعلم، ولا قد عندك اصدقاء، ابدا. الاستحقاق الذاتي بينبع من ذاتك، ولما نقول بينبع من ذاتك يعني بينبع من كرامتك. وهيدا الشيء بنصحكم تقروا بهالمناسبة كتاب اسمه عقدك النفسية هي سجنك الأبدي. هيدا الكتاب أيضا بيحكي عن الاستحقاق الذاتي. الاستحقاق الذاتي اللي بينبع من ذاتك هو قدي أنت شخص عندك كرامة، قدي شخص أنت تشعر بأنك بموقع المسؤولية عن كل سلوك أو عن كل فعل مهين، سواء غيرك بيرتكبه بحقك أو أنت بترتكبه بحق نفسك. كل إنسان سواء كان رجل أو امرأة هو يتحمل مسؤولية أفعاله، لأنه القصة هي قصة مسؤولية وتحمل مسؤولية. شو ما كان جنسك وقد ما كان عمرك، طالما أنت فوق 18 يعني راشد منك طفل، فأنت أو أنت بتتحمل مسؤولية أي سلوك مهين بحقكم. النقطة الرابعة هي سوف يتواصل معك. بأكد لك 90% رح يحاول يتواصل معك أو يتصل فيك أو يراسلك أو يسأل عنك، وهون الكرة بملعبك. أنت حابب تعطيه فرصة؟ كونه هالشخص أول مرة بيعمل هالسلوك فينا نعطيه فرصة مشروطة، إنه ما بتحب يتكرر هيدا الشيء، خاصة إذا كنت عاتبته سابقا. أنت ملاحظ حتى إذا عطيته فرصة رح يرجع ويعيد التجربة، فالأفضل حتى إذا رديت عليه من باب الذوق إنك تضبط حضورك وتضبط وقتك وتضبط عطائك معه. يعني بنلعب لعبة ضبط العطاء وضبط الحضور، لأنه ما بدنا نرجع إذا الشخص تكرر ودايما عم بكرر هيدا الموضوع، يعني معناها نحنا لازم ناخد حذرنا، لأنه الوقاية خير من العلاج. مش عم قلك انك تتلأمن عليه، وانك ايضا اذا هو عم بيعاملك بقلة ذوق انت تعامله بقلة ذوق، لا، نحن منتعامل باخلاقنا بتربيتنا، واذا شخص نزل باخلاقه مش معناته انه ننزل لمستواه. ولكن كل اللي بدي اعمله حتى اذا رديت على الشخص وانت ضمنيا عارف انه دايما عم بكرر ودايما بده يرجع يعيدها، فبترد بطريقة عادية رسمية بعيدة عن اي مشاعر، عن اي اشتياق، عن أي شيء بحط هيدا الشخص بمركز حساس بقلبك وبحياتك. وبنصحك إنك تضبط وقتك، تضبط عطائك، كتير مهم تضبط عطائك ومبادرتك مع هيدا الشخص إذا كان هيدا السلوك تكرر أكتر من مرة.